نروح إلى الحوار الوطني. الحقيقة الحوار الوطني أنتوا عارفين أنه الجلسات والموضوعات كثيرة، هو بيواصل انطلاقه طبعا طول الوقت علشان يعني يصبو إلى جمهورية جديدة بشكل جديد في حاجات كثيرة جدا، موضوعات مهمة. تعالوا نشوف تقرير في هذا التقرير ولقاءات الحقيقة كانت موجودة على هامش جلسات اليوم في الحوار الوطني. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود ونستكمل معكم باقي فقرتنا للتاسعة. عودوا إلينا. أهم ما تم تداوله اليوم هو قراءة المشهد بشكل صحيح، قراءة مشهد الدين الداخلي والخارجي في سياقه الصحيح، سواء بالمؤشرات التي يمكن الاستعانة بها لفهم موقف الدولة الحقيقي من مسألة الدين، مش هقول أزمة الدين، وأيضا الحلول المقترحة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل من أجل الخروج من هذه الضائقة إن جاز التعبير. الحقيقه مشكله الديون هي مشكله عامه، مشكله يعني تعاني منها الكثير من الدول الناميه، خاصه حتى عشيه ازمه كورونا. يعني كان هناك صندوق النقد والبنك الدولي يحذران مرارا من ان حجم الدين العالمي اصبح 3 أضعاف حجم الناتج العالمي. من ثم هذه ازمه كانت كورونا كاشفه لها وليست منشئه لها، وتسبب في مشكله سلاسل الامداد وحرب روسيا اوكرانيا، فقامت من الأزمة نتيجة أنها رفعت من أسعار الفائدة، سياسات التشديد النقدي التي سلكتها البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن أنه يرفع من تكلفة رؤوس الأموال، هو في حقيقة الأمر أيضاً يزيد من أزمة الديون بالنسبة للدول، وهذا حذرت منه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية. الحقيقة الموضوع الدين العام موضوع مهم جداً، يهم كل المواطنين المصريين، لأن في الآخر الدين العام للدولة بيتحمل عبئه المواطن. طبعا احنا الموازنه العامه المصريه بتكبر، حجمها بيكبر، الانفاق بيزيد، الايرادات يعني في نسبه من الايرادات بتزيد، لكن لغايه دلوقتي في عجز كبير لفرق ما بين المصروفات وما بين الايرادات، فبنموله بالاذون او بالسندات. الحقيقه ان في جدال واسع داير ما بقاله يعني اكثر من سنه حوالين سقف الدين، هل لازم نحط رقم لسقف الدين؟ وهل الرقم ده يتحط بآلية تشريعية زي قانون مستقل زي أمريكا وزي بعض الدول، ولا نحطه في أو نضيف مادة على قانون ربط الموازنة العامة للدولة ويبقى الرقم طبقا لكل سنة بنحدده عشان الآليات التشريعية للرقابة البرلمانية على الموازنة. احنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نميل إلى يعني مرحليا إن احنا نحط رقم أو نضيف سقف للموازنة في قانون ربط الموازنة، وعلى المدى الطويل لابد فتح دراسة أو حوار مجتمعي ما بين المتخصصين، لأن الموضوع ده موضوع متخصص أكتر منه سياسي، إن المتخصصين يتحاوروا للوصول إلى صيغة تشريعية مناسبة لقانون مستقل لسقف الدين. الكلمة بتاعتي أنا اتكلمت على إنه عندنا أكتر من مشكلة واضحة في مبدأ تكافؤ الفرص، أهمها في وجهة نظري كنقاط أساسية. النقطة الأولى المتعلقة بنظام التعليم، إنه نظام التعليم عندنا بالذات اللي بيبدأ من المرحلة الابتدائية ما ينفعش إنه يبقى عندنا أكتر من 7 نظم تعليمية بيبدأ التقسيم فيها من المرحلة الابتدائي، اللي مش المفترض إن أنا منتظر يعني معجزات من الأطفال في المراحل السنية دي قد ما أنا منتظر منهم إن هم يبدأوا بس يفهموا أكتر إزاي يفكروا، إزاي أرمي عندهم قدرة على التفكير، مش ان انا ارسخ لي الفوارق الطبقية من المرحلة السنية دي. وبالتالي لما يبقى عندنا اكتر من 7 نظم و7 انواع من المدارس في المرحلة دي، ده بيخل بتكافؤ الفرص بين الاطفال دول نفسهم قدام، انه مستوى الوظائف اللي هياخده اللي بياخد في مصارف في مدارس مصاريفها اكبر وبتهتم اكتر باللغة هيختلف تماما عن اللي جاي من مدرسة حكومي، واللي هو ما عندوش قدرة مالية او اهله ما عندهمش قدرة مالية ان هم يودوه المدارس المتقدمة دي، وبالتالي انا بخلق قدام قدر من التمييز. ان احنا نؤكد على وجهة نظر حزب العدل في ضرورة او التأكيد على ضرورة واهمية تعظيم ايرادات الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة، واعتقد ان احنا تقدمنا بالكثير من المقترحات لتعظيم الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة المصرية، وده عن طريق الاهتمام بالاستثمار في المشروعات اللي ليها مردود
سريع ومباشر على الناتج القومي الإجمالي المصري، وهي استثمارات تكون أو تتطلب المرحلة أن تكون الاستثمارات الحكومية في القطاعات أو الاستثمار قصير الأجل، وده اللي هيكون ليه مردود إيجابي سريع جدا وبشكل مباشر على زيادة الناتج القومي الإجمالي، وده اللي هيؤدي أو يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وهيؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي المصري. النهاردة الاستدانة دي النهاردة هو احتياج للعملة الصعبة للدخول في مشروعات تنموية للدولة المصرية، وبالتالي الدولة النهاردة يجب أن تستهدف الحصول على العائد النقدي من الاستثمار، من الصناعة، من السياحة، من قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، كل هذه مصادر للعملة الصعبة. زيادة حصيلتنا وإيراداتنا منها يقلل الاعتماد على الاقتراض، خاصة الاقتراض الخارجي، لأن الاقتراض الخارجي يثقل جبهة الدولة المصرية والأجيال المستقبلية، وبالتالي ما يتم طرحه هو وضع سقف لهذه المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتكون نسبة محددة منه لا تزيد عنه الدولة المصرية، وتسعى كافة الجهات في الدولة المصرية إلى زيادة الإيرادات وزيادة الحصيلة الإيرادية من الدولار بعيدا عن الاقتراض حتى لا نثقل أعباء الأجيال القادمة.